الله لزمت باب امير الانبياء ومن يذكر من يمسك بمفتاح باب الله يغتنمي لزمت باب رسول الله لزمت باب رسول الله ومن يمسك بمفتاح باب الله يغتنمي لزمت باب امير الانبياء ومن يمسك بمفتاح باب الله يغتنمي محمد صفوه الباري ورحمته وبغيه الله من خلق ومن نسبه وصاحب الحق يوم الرسل سائلة متى الورود وجبريل الأمين ومن أسرارك الله ليلا إذ ملائكته والرسل في المسجد الأقصى على قدمي وقيل كل نبي عند رتبته ويا محمد ويا محمد هذا العرش فاستلمي لجام بتسميتي وكيف لا يتسامى الرسول السمي يا احمد الخير لجام بتسميتي وكيف لا يتسامى الرسول سمي أخوك عيسى دعا ميتا فقام له وأنت أحييت أجيالا من الرمادين ذكرت باليمن في القرآن تكرمة وقيمة اللؤلؤ المكنون في اليمن أخوك عيسى دعا ميتا فقام له وأنت أحييت أجيالا من الرمل إن كان عيسى دعا ميتا فقام له أو كان موسى أصاب السحر بالبكم فأنت حي بقرآن يكلمنا وفي التحيات يسلم يا أثنى الكوان إن كان عيسى دعا ميتا فقام له أو كان موسى أصاب الشهر بالبكر فأنت حي بقرآن يكلمنا وبالتحيات نسلم يا أثنى الأمم المادحون وأرض البلهات تبع لصاحب البردة الفيحاء ذي القدم مديحه فيك حب خالص وهوى وصادق الحب يمري
صاحبا كلمي الله يشهد أني لا أعارضه من لا يعارضه صوب العارض عيني وإنما أنا بعض الغاضطين له ومن ينظر وهي تنال المرء ولا ينادي